والحمد لله الذي نبهنا بلا شيء يجوز ان يكون فقدناه من المربوطين بالسماء يجب ان نحصيه ويسعهم ما اتفقوا عليه ان مختلفين في سمو شويه فنبتدي علشان الملاحده والعلمانيين والناس اللي يكرهوا الاديان بياخذوا خلافنا بياخذوا حجه بانهم يعني يبعدوا عن السماء. ربنا يبارك شكرا. احنا توجد مساحة واسعة مشتركة بيننا نستطيع ان نعمل فيها هي دي اللي حتسعنا ان شاء الله. يعني نعمل ليس فقط ضد الملحدين وانما ايضا ضد المنحلين خلقيا واجتماعيا وفكريا. ما هم دول ملحدين عبادة. لأن الناس حاليا يستغلون حرية الفكر لأن ينحرفوا بأفكارهم. والله لو كانوا عبيدا لفكر واحد من أول لأراحهم من حرية الفكر هذه. الإنسان يعمل الفكر في القضية الأولى وهي مهمته في حياته، لازم يفكر فيه ويسلم زمامه إلى من خلقه. يبقى أنا الفكر الناس أنا فكرة ولا يعتبر اللي ما يفكرش في بيته يبقى ما بيفكرش. لأن الإنسان أنا بقول مرة إن الصانع من البشر حين يصنع صنع ما صنعش حاجة وقال شوفوها تنفع في إيه. لا ده هو قبل ما يصنعها عارف معاملها ليه. ثلاجة يعني ثلاجة، غسالة غسالة، تلفزيون تلفزيون، وبعدين عمل له قانون صيانة. يبقى ان حصل في زلجانة ضد قانون الصيانة نقول له مين اللي خلق الإنسان؟ الله. هو اللي يحدد. ومين اللي يعمل له قانون صيانة؟ الله. ما عملناش كده نبقى هنقعد فيها. بقى فينا بنودي التلفزيون للجزار نقول له شوف الإنسان يحتاج إلى صيانة ولا يظن في نفسه أنه يحتاج. ما هو الجهل المراشع. لأن اللي يحتاج ويعرف أنه محتاج يبقى ابتدى يعقل. ولذلك احنا نقول اللي يدي للعامة حقه يبقى مفتح. والله يبقى مفتح. لا من اللي عامل حقه ولا تفوت ايه. لا من اللي عامل انه بيشوف يقلق. خلاص.